كما أشار الرئيس الأكاديمية إلى أن هناك برامج تدريبية مشتركة بين طلبة كليتي الشرطة والحربية من أجل توحيد المفاهيم للطلاب والارتقاء بالمستوى الأمني. واتساقا مع عزم الرسالة ووحدة الهدف، سعت كلية الشرطة إلى تنظيم برامج تدريبية مشتركة خلال العام الدراسي بين طلبة كلية الشرطة وطلبة الكلية الحربية بهدف توحيد المفاهيم التدريبية بينهما. وكان التدريب المشترك مرآة تعكس مدى الإصرار على التلاحم الصادق الذي نسعى دوما لتوطيد أواصره.